مين الأغنى؟ سألتك أنت مين؟ جاوبتي بكلمتين. بس لحظة، بس خلوني أخبركم قصة هيدي الغنية. هيدي الغنية قصتها شب كان يحكي مع صبية ضلوا هيك شي 4-5 سنين وياها. فبعد 4-5 سنين عرف انها بنت، هي بنت بيت مش منيحة، هي بنت بيت وهي بنت بيت بس بيته مبدع. بقى قال لي له معقول ما عرفتها من الاول؟ قال له بنت مش منيحة. قال لي انا اول ما تعرف علي هيك الحديث. اسمعوا الحديث. سألتك انت مين؟ جاوبتي بكلمتين. سألتك انت مين؟ جاوبتي بكلمتين. حلفت انه اللي بدنا اول تجربة رسمت دمعتين بعينك الكتابين لعب الدور الوفي صفية طيبة. سمعت حاجات كتيرة جوابها لازم نفترق ان انت قبل سبتي ان انت قبل سبتي. هي بنت مش كتير منيحة بقى جربت تلعب له شوي بمشاعره. اوكي بتقول له بتقول له لو انت حبيبي ما تسيبنيش ما تبعنيش غليش الدنيا انت وهي عليا. لو انت حبيبي قوم تعتمد تعال عزمني ما تبعد ولا تسيبني واعتب عليك. ولو انت حبيبي ما تتخلاش عن قلبي مجرحه تبقى على عذاب وراره قلبه وفرحه زي ما كان في سامحه بل ما كنت تسامحه. لو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقه وانت تلاقي الحقيقه. كل واحد مننا لي ماضي لي ذكرى قلبك قسي ولا نسي بس اكيد عينيك فاكرة. هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكرة. لو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. بس شوفوا شو قال صاحبنا. قال انه خلص الكلام ما بيننا لازم نفتك. روبرتو غنى غنى والعاشق عاشق خلص الكلام ما بيننا